السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي الأعزاء، مرحبا بكم مجددا في حصة مكون الاستماع والتحدث، ومع حكاية نحتفل بأستاذنا. أعزائي، سنقوم معا بتصحيح استثمار الحكاية. هل أنتم مستعدون؟ حسنا، خذوا أوراقكم والقلم الأخضر والمسطرة والنشر في العمل. تابعوا معي أبنائي. التعليمة الأولى: أملأ الفراغات بما يناسب. التلاميذ، المديرة، الأستاذ، المدرسة، يوم الاحتفال. هذه بعض من عناصر الحكاية، لنضعها في مكانها المناسب. ماذا أضع في خانة المكان؟ أجل، المدرسة. ممتاز، المكان هو المدرسة. أحسنت. والزمان، ما زمان وقوع الحكاية؟ ما زمان وقوع الحكاية؟ تفضل بني. بالطبع، يوم الاحتفال. أحسنت، الزمان إذن هو يوم الاحتفال. ما شخصياتها؟ ما شخصياتها؟ أو ما شخصيات الحكاية؟ نعم، التلاميذ. جيد، فقط؟ بالطبع لا، المديرة والأستاذ أيضا. أحسنتم. التعليمة الثانية: أربط كل حدث بالمشهد المناسب له. الحدث الأول: علم التلاميذ بشفاء أستاذهم وعزموا على إقامة حفل بهذه المناسبة. علم التلاميذ بشفاء أستاذهم وعزموا على إقامة حفل بهذه المناسبة. ما المشهد المناسب لهذا الحدث؟ ما المشهد المناسب له؟ تفضل بني. ممتاز، المشهد الثالث: عندما كان التلاميذ في الساحة. إذن الحدث الأول نصله بالمشهد الثالث. الحدث الثاني: زين الأطفال قسمهم بكل ما يليق لاستقبال أستاذهم. بماذا سنصل هذا الحدث؟ تفضلي عزيزتي. أجل، بالمشهد الأخير، عندما كان الأطفال يقومون بتزيين القسم. أحسنتي. ننتقل إلى الحدث الثالث: دخل سمير وعلي يحملان الهدايا وهما يرددان: ها نحن وصلنا، أليست مفاجأة سارة؟ أعيد: دخل سمير وعلي يحملان الهدايا وهما يرددان: ها نحن وصلنا، أليست مفاجأة سارة؟ من يصل هذا الحدث بالمشهد المناسب له؟ أجب بني. أجل، المشهد الثاني، نصله بالمشهد الثاني. جيد، بقي لنا حدث أخير وسنصله جماعة أبنائي. قدم التلاميذ الهدايا لأستاذهم ثم انطلق الحفل. يناسبه المشهد الأول. أحسنتم جميعا، الحدث الأخير يناسبه المشهد الأول. أحسنتم. التعليمة الثالثة: أحيط ما تعلمته من الحكاية. لدينا التعاون، الحفاظ على النظافة، النوم باكرا، تقدير الآخر.
أعيد: التعاون، الحفاظ على النظافة، النوم باكرا، تقدير الآخر. كل هذه القيم علينا أن نتعلمها، لكنها غير موجودة في النص أو في الحكاية كلها. ماذا نحيط؟ ماذا نحيط؟ أو من يحدد ما تعلمناه من الحكاية؟ تفضل بني. أجل، التعاون ممتاز، ويظهر في قيام التلاميذ بتوزيع المهام فيما بينهم وتعاونهم على إنجاح الحفل. وأيضا، ماذا أيضا؟ فقط لدينا التعاون؟ نعم بنيتي، أيضا تقدير الآخر، والذي يظهر في تقدير الأستاذ وإدخال الفرحة إلى قلبه. جيد أبنائي. التعليمة الرابعة: أملأ الفراغ بما يناسب من الكلمات الآتية لأبني مقاطع حكاية جديدة. الكلمات هي: حفلة، شفائه، موافقتهما، فاطمة، قربي، وتوزيعي. لنبدأ، من يملأ الفراغ الأول؟ أجل عزيزتي، فاطمة. أحسنت، اقرأي الجملة. علمت فاطمة وأحمد بسفر صديقهما للعلاج. أحسنت، نضع كلمة فاطمة. من يتمم؟ تفضل بني. قربي. أحسنت، اقرأ الجملة. وقرب عودته. ممتاز بني. من يتمم؟ حفلة. جيد بنيتي، قرأي الجملة. فعزم على استقباله بإقامة حفلة صغيرة. ممتاز، الكلمة هي حفلة. ثم تفضل، بمناسبة شفائه. أحسنت، شفائه هي الكلمة المطلوبة. أتممي بنيتي. قالت فاطمة: نخبر والدينا ونأخذ موافقتهما. جيد بنيتي، أحسنت. إذن نملأ الفراغ بكلمة موافقتهما. ثم، نعم عزيزي، رد أحمد: لا بد من توزيع. أحسنت، توزيع المهام بيننا. إذا نكتب توزيع ليقوم كل واحد بدوره. ممتاز، هيا نقرأ النص معا الآن. علمت فاطمة وأحمد بسفر صديقهما للعلاج وقرب عودته، فعزم على استقباله بإقامة حفلة صغيرة بمناسبة شفائه. قالت فاطمة: نخبر والدينا ونأخذ موافقتهما. رد أحمد: لا بد من توزيع المهام بيننا ليقوم كل واحد بدوره. أحسنتم، والآن قوموا بدوركم وصححوا إنجازاتكم. وللترفيه، قمت بتلوين الهدايا بالأخضر لأنه لوني المفضل. وأنتم، كيف كانت هداياكم؟ أثق بأنكم لونتموها بألوان جميلة كجمال قلوبكم. قبل توديعكم، أدعوكم لأخذ كتب القراءة، الصفحتين 142 و 143، وكتابة بعض توقعاتكم عن الحكاية الجديدة، أي حول ماذا تتحدث، على دفاتر المنزل أو على أوراق. أستودعكم الله، وإلى اللقاء.